الكابتن احمد عجوز منذ لحظات مدير الكره بالنادي الاسماعيلي قال لنا ان محمد حسن قال ان الكره خبطت في رجله وبعد كده في ايده ودخلت في المرمى وبالتالي تتحسب عادي جول. انا بصراحه شكيت يعني برضو ما حبيتش افتي واقول حاجه في القانون عشان اعتقد المهاجم لو عمل كده والكره لمست ايده وتسببت في هدف اعتقد يلغى الهدف، بس برضو عشان ما بحبش افتي في الحالات التحكيميه رجع لنا مره اخرى الكابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد، ماذا بعد هذا الاعتراف من محمد حسن ان الكره لمست رجله بعد كده ايده بعد كده دخلت المرمى؟ بالنسبه لي انا ولا بالنسبه للصوره التحكيميه ولا بالنسبه للقرار؟ لا بالنسبه يعني الصح ايه يعني، هي تحسب ولا ما تحسبش؟ ما هو يا كابتن كريم احنا بنتكلم على صوره. انا مش هروح اسال اللعيب واللعيب حتى لو قال، انا بتكلم على صوره تحكيميه. لا 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 كابتن جهاد معلش انا اسف للمقاطعه، طب لا اتفضل انا يعني هو في كل الاحوال اللي انت قلته من شويه ده صح 100%. انا بتكلم على صوره تحكيميه بالظبط. اللي انت قلته ده صح 100% ان الحكم ما راحش يتفرج على كذا حاله. بالظبط تمام. احنا بنتكلم لو حصل والصوره قدامي قالت لي ان الراجل الكره جت في رجله وجت في ايده ودخلت هدف. ايوه يلغى الهدف وركله حره مباشره، ده قانون. لكن انا دلوقتي يا كابتن يا كريم انا بتكلم على صوره تحكيميه. الصوره دي حتى لو الحكم راح سال اللاعب، انا ليا صوره قدامي، صوره شايفها بعينيا، الصوره اللي بتقول يعني انا على سبيل المثال عواد لما لعب الكره في نص الملعب بايده واللاعب اللي كان قريب منه الافريقي ما شافش اللعبه. هروح اسال اللعيب انت شفت عواد ما لعبش الكره بايده، همشي ورا اللعيب عشان قال كده. كابتن ده مش تحكيم. التحكيم يا كابتن كريم الصوره اللي قدامي بتقول ان مفيش لمسه يد. اللاعب ده على فكره في اللعب الكوره وكده ممكن يقول لك انا جات الكوره في ايدي والصوره مش موضحه. ده انا هتكلم على صوره كابتن كريم. لا انا بتحكي على صوره. كابتن جهاد واحده انا كده متفهم جدا وانت 100% صح. فكره انه ما كانش ينفع يشوف اللقطه من صوره واحده او من زاويه واحده ده كلام مظبوط، لا من الفار ولا من حاكم الساحه الكابتن احمد غندور، ده خلاص احنا اتفقنا عليه. تمام. انا بكلمك بقى هنا على وخلاص يعني كده في خطا تحكيمي. انا بكلمك بقى هضيف لك خطا على الخطا كمان. ده انا استحاله كحكم في ار استدعي حكم في لقطه انا مش متاكد من القرار. مفهوم. يعني انا دلوقتي القرار اللقطه اللي جبتها له دي لا يمكن اثبت بيها لمسه يد ولا يمكن انفي لمسه اليد. مفهوم. طيب قانونيه انه اللاعب يلمس الكره برجله بعد كده ايده وتخش الشبكه دي لا مباشره تحتسب ركله حره مباشره طيب. ويلغى الهدف لو حصل كده، لو الصوره قالت كده همشي في كده ما فيش مشكله خالص. طيب معلش عشان انا عايز افهم برضو مش في حاجه في القانون بتقول الكره لو لمست في رجله وفي ايده خلاص ولا انا فاهم غلط؟ لا بص يا كريم. اللاعب اللي بيحرز هدف لو ليه الكره لمست ايده قبل ما يحرز هدف مباشره حتى لو بدون تعمد يعاقب عليها. يعني حد القانون بيقول كده، لو الكره لمست، لو انا بحط جون والكره لمست من رجل ايدي من راس الايدي حتى لو ايدي في وضع طبيعي وبدون تعمد يعاقب عليها. لكن ارجع لك هقول لك على الصوره اللي قدامي بتقول هدف. الصوره اللي قدامي ما اقولش ان انا يعني مع احترامي للعيب ومع احترامي يا جماعه اللي بيتقال ده كلام ما ينفعش في قانون وما ينفعش في تحكيم. مش حاجه اسمها كده في التحكيم يا كابتن كريم. انا برضو انا بتكلم على لقطه تحكيميه يا جماعه، اللي بيحلل لقطه تحكيميه مش هسأل للعيب اللعيب عمل ايه انا قدامي صوره واضحه بتقول ان الهدف صحيح. تمام. كابتن جهاد جريش انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب انا هشرح لكم الكابتن جهاد مصمم على ايه والتصميم بتاعه صحيح. هو الكابتن جهاد قال ان الهدف ده هدف صحيح طبقا لايه؟ طبقا للصوره اللي هو شافها بعد كذا اعاده تلفزيونيه. فده راي تحكيمي يعني هو راي محترم سواء صح او غلط، بس هو الراجل استند على عدد من اللقطات وانتقد فكره انه الحكم خد قراره بالغاء الهدف بعد ما بص على زاويه واحده. فده غلط وعنده حق في نقطه تانية. انا ما اقدرش اعتمد على اللاعب يعني ما يعني اعتراف اللاعب وحده لا يكفي الا لو حاله ورده واضحه. ليه؟ ما هو ممكن افرض اللاعب ده مثلا طبعا مليار في المية يعني محمد حسن مش عايز يغرق الاسماعيلي لما بيقول ان هي لمست ايدي مليار في المية، بس ما هو في لاعب تاني مثلا ممكن يبقى لا انا والله طب هقول بقى انها جت في ايدي مثلا، مش في الحاله دي في اي حاله تانية. فما ينفعش الحكم ابدا يعتمد على مجرد اعتراف اللاعب. بس كون ان اللاعب اعترف ان الكره جت في رجله وبعد كده في ايده فالكابتن جهاد برضو وضح انه اصبح الهدف غير صحيح طبقا لقانون اللعب. واكيد كلنا هنصدق محمد حسن عشان محمد احنا ما شفناش الصوره بنسبه 100%، بس محمد حسن
لاعب مخلص الاسماعيلي، لاعب من افضل لاعبي الاسماعيلي هذا الموسم، وبالتالي هو اكيد مش هيقول حاجه كذب يعني تضر الاسماعيلي حتى لو معنويا كده كده النتيجه محسومه. فهو الراجل اعترف والقانون بيقول انه الهدف غير صحيح طبقا لما قاله كابتن جهاد جريش. انا هنا لا اقول رايي ابدا فيما يخص حالات تحكيميه دائما وابدا، يعني حالات التحكيميه لخبراء التحكيم سواء قالوا بقى صح او ولد وجهه نظرهم صحيحه او خاطئه هم مسؤولين عن هذا الامر.